والله هو في الأول يعني الرسم كان موهبة طبعا من عند ربنا قبل كل حاجة، وبعدين يعني من الابتدائي بحب أنا يعني أرسم مع زمايلي نشوف مين اللي رسم أحسن وكده. وبعدين في الإعدادي بدأت أدخل مسابقات الشباب والرياضة والثقافة في الوقت ده، وطبعا مسابقات القراءة للجميع صراحة أفادتنا كتير. ويعني فضلت الفترة دي كلها فترة الإعدادي والثانوي لحد ما قابلت دكتورة منى أبو النصر الله يرحمها في مسابقة كانت على مستوى الجمهورية، فهي اللي اقترحت عليا إن أنا أكمل في المجال ده، فعشان كده دخلت قسم التربية الفنية جامعة الأزهر، وبدأ يعني الاهتمام بتاعي بدل ما يبقى في المجال هواية بس يبقى أكاديمي. كان مثلا اللي عنده إعاقة ده يبقى يشتغل مدرس أو يطلع شيخ، كان ده الاهتمام خالص يعني. والنظرية ديت أو الفكرة ديت كنت أنا صراحة رافضها يعني، فكان في دماغي إن أنا طب ليه؟ طب أنا ممكن ذوي الإعاقة ده يبقى دكتور، يبقى مهندس، يبقى فنان تشكيل، ليه المانع يعني؟ فده كان هدف قدامي إن أنا عايز أحققه وأثبت للناس إن ذوي الإعاقة ده مفيش حاجة تقف قدامه ما دام هو يعني تغلب على الإعاقة اللي واقفة في طريقه. بالنسبة لي كل فترة بيبقى لي هدف فيها، فأنا الحمد لله كان في فترة من الفترات إن أنا يعني يهمني إن أطلع أول دفعتي عشان أتعين في الجامعة. ودلوقتي مثلا في الدكتوراه ربنا ييسر ان شاء الله اخدها قريب باذن الله يعني، والفتره الجايه يعني اتمنى ان شاء الله المعارض تبقى اكتر يعني. انا الحمد لله يعني في الدراسه عادي، طالب زي اي طالب. وانا في خمسه ابتدائي كان والدي قدم لي عشان ادخل كفيف، انا كنت ازهري، فامتحنت سنه الكفيف بيمتحن شفوي بس، امتحنت سنه وبعدها قلت له لا مش هعملها تاني، انا همتحن زي زمايلي. فدي كانت السنة الوحيدة اللي انا امتحنتها بالشكل ده، لكن مع خلاف كده بقى انا زي اي طالب تاني يعني. يعني والحمد لله من 2005 او 2006 وانا بدرب الاطفال من ذوي الاعاقات المختلفه، سواء كانت اعاقات ذهنيه او اعاقات حركيه، بدربهم على الرسم. طبعا الحمد لله استفدت خبره من المجال ده كتير جدا، وطبعا هم عالم يعني مليء بالمتعه والصفاء يعني تمام من غير العالم بتاعنا ده. انا بقول ان كل انسان طموح له هدف، وكل هدف له حافز، والحافز ما دام موجود يبقى ما فيش حاجه اسمها مستحيل.